خليني يا استاذ عبد الناصر برضه لو تسمح لي لازم ننقل للناس ردود افعال جماهير النادي الاهلي عبر السوشيال ميديا وصفحات الاهلاويه، لان هي ده برضه بيبقى انعكاس على الاحداث في الوقت الحالي. طبعا طبعا اتفضل الصفحات. يعني الصفحات قالت ايه في موضوع رمضان؟ كل الناس درجة ان لو يعني حضرتك اكيد شفت الصور، خلاص الناس بقت بتطالب حذف صور رمضان صبحي من على اي حاجة تخص النادي الاهلي وعلى اي جدران تخص النادي الاهلي. يعني خلاص وصلت الحالة يعني ما بينه وما بين جماهير النادي الاهلي لطريق مسدود. يمكن اكتر من صفحة تحدثت على ان رمضان صبحي ده على الاهلوية، قهوة الاهلوية خلاص قالوا كده. طبعا بعد تفضيله البيراميدز قال وجه الكلمات لرمضان صبحي، وكل الناس بتقول الناس تحدثت على ان معدل كرة القدم المال للاعبين والتضحية والانتماء للجماهير. ايضا كل صفحات صفحة الاهلي اونلاين تحدثت بان رمضان صبحي باع النادي الاهلي، وخيانة واضحة للكل امام الجميع. صفحة الاهلوية صفحة جمهورية اهلاويست ايضا تحدثت بان خيانة يعني رمضان صبحي لا تغتفر، وكان واضح من أنانية مبيتة. نفس الكلام قالت ملتقى جماهير النادي الاهلي، كمان قهوة استاد الاهلوية، يعني اعتقد كلام برضو واضح. البعض تحدث على ان السبب الرئيسي في انتقال رمضان لبيراميدز قهوة الاهلوية كابتن شريف اكرامي والده اكرامي الكبير، مش هنتكلم في التفاصيل يمكن حضرتك وضحت الدنيا. فصفحة روح الفانيلا الحمراء 1907 نقلت برضو هذه الامور. بعض الصفحات الاهلوية نشرت الكلام اللي حضرتك قلته ليلة العيد برضو للتأكيد على هذا الكلام. جروب جمهور الاهلي برضو قال انه الكلام ده كان متأكد ان رمضان خلص في بيراميدز منذ مدة طويلة. عشاق الاهلي قالوا يعني 60 داية مش مع السلامة، اللي عملك يعمل الف زيك. طبعا حالة من الحزن لكل النادي الاهلي وكل صفحات النادي الاهلي. يعني اعتقد الامور واضحه الكل يعني يؤكد بان رمضان صبحي باع النادي الاهلي وخان النادي الاهلي وخان جماهيره. لما كان بيتحدث بانه ابن النادي كانت جماهير النادي الاهلي بتشيله على الاكتاف، لكن في الوقت ده رمضان صبحي يعني هو الترند دلوقتي على تويتر رقم واحد. في الوقت اللي كان رمضان صبحي على اكتاف الاهلاويه لانه كان يقدر جماهير النادي الاهلي، دلوقتي جماهير النادي الاهلي تؤكد بانه باعها، واللي باع الاهلي وجماهيره بيخسر كتير. خلينا نقول انه يعني دلوقتي يعني الهاشتاج اللي احنا بنطلعه النصاب. انا شخصيا كان بقول اللي ليا واللي عليا، رمضان كان نصاب. يعني سيبك من انه اخد 80 مليون هو حر، لكن رمضان مضي من 2-8 وشرحنا، فهو لقبه معنا اليوم النصاب يبيع فريقه. ده بس الهاشتاج اللي احنا بنطلقه دلوقتي، النصاب يبيع فريقه، النصاب يبيع فريقه. وانا مواقفي في الامور دي ثابته لا تتغير، خلي بالكم. انا اتحدث عن الخداع وعن الامور دي بشكل مهم جدا.